في قرية سابر باي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، نشأ القائد العسكري المصري عبد المنعم رياض الملقب بالجنرال الذهبي الذي سطر بدمائه تاريخاً وطنياً. أطلق يوم الشهيد تخليداً لذكرى رحيله في 9 مارس عام 1969. لما خلص ثانوي حبت والدته تدخله كلية الطب زي اخواته، فيعني ما كانش ليه رغبة، وكان ليه رغبة ان هو يخش الكلية الحربية، فوصل خاله عند والدته عشان تسمح له ان هو يخش الكلية الحربية. انسان كان محب جدا وفي شهامة كتير ومروءة كتير وحياءه كتير، وكان في الوقت نفسه بيتمتع بذكاء كتير. العالم كله يعلم من هو عبد المنعم رياض العسكري، ولكن هنتكلم عن عبد المنعم رياض الانسان ابن البلد ابن البيت. هو قضى طفولته هنا في البيت اللي حضراتكم شايفينه ده، كان دايم الصلاه في المسجد اللي انشاه جده. اخر زياراته هنا قبل استشهاده بفتره وجيزه كان في محافظه كفر الشيخ، ومر هنا شاف ابن خاله شاف كده وعاش طفوله، وفكر ان هو يعني تمشى في ارجاء البيت كله بالاماكن الخلفيه بكله، يعني كان كما لو كان بيودع البيت. الفريق عبد المنعم رياض يعتبر واحدا من اشهر العسكريين العرب في القرن العشرين، شارك في العديد من الحروب وله انتصارات عسكريه كبيره في المعارك التي خاضتها القوات المسلحه خلال حرب الاستنزاف واسترداد الكرامه. كان بيطلع يروح مع خاله دايما الاراضي الزراعيه يشوف الفلاحين، كان بيحب ركوب الخيل، وكان فنه هنا لحد المرحلة الابتدائية لحد ما اتنقل القاهرة وراح الفيوم ودرس في مدرسة الخديوي إسماعيل. تدرج في مناصب عسكرية كتيرة، بيتكلم 4 لغات. لما اتخرج سنة 38 شارك في جميع الحروب اللي دارت في مصر، شارك في الحرب العالمية الثانية، شارك في حرب 48، شارك في حرب 56، شارك في حرب 67، شارك في حرب 69 اللي هو الاستنزاف اللي هو استشهد فيها سنة 69. وببطولاته التي جسدت أسمى معاني التضحية والفداء، جسد الشهيد عبد المنعم رياض رمزا شامخا لجيل من القادة العسكريين المصريين ومنارة للأجيال المقبلة من بعده.